بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنتناول يونت 4 من كتاب جيم أو من كراسة جيم للمراجعة. عندنا كويز 1 and 2، يعني عندنا اختبارين على الوحدة الرابعة، طبعا واحد خاص بالفوكاب واحد خاص بالجرامر، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ياريت اللي مشتركش في القناة بتاعتنا يشترك ويفعل الجرس، يعمل سبسكرايب، وما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لكل أصحابنا. بالنسبة لكويشن نمبر 1، the victim's mother almost space with shock at her son's death. The victim's mother، يعني الأم الضحية تقريبا صدمت وفاة ابنها. breathed يتنفس، slept ينام، faded يتلاشى، fainted يعني يغمى عليها. طبعا هنا اللي هي letter D. number 2، the new bridge is supposed to space traffic jam in the town. مفروض ان الكوبري الجديد هيعمل ايه في ازدحام المرور في المدينة. increase هيزيد، ease يخفف، raise يرتفع، rise طبعا ينهض او يرتفع برضو. طبعا هنا هتبقى مين؟ ease يعني هيخفف عبء اللي هو الترافيك جام. we have been kept space all night، طول الليل، by the noise بالضوضاء او الصوت of the party الحفلة at our neighbor's house في منزل جارنا. asleep يعني keep asleep ينام، awoke يعني مستيقظ، alive حي، abroad طبعا هنا awoke يعني يقظ. as a nurse كممرضة، she learned to control her space especially in accident، اتعلمت ان هي تسيطر على ايه خاصة في الحوادث. pleasure اللي هو السعادة، staff اللي هو هيئة العاملين، skills مهارات، emotions المشاعر، طبعا اتعلمت تسيطر على مشاعرها لما يكون في او especially in accidents في الحوادث. many websites يعني الكثير من مواقع الويب سايتس. Many websites offer a variety of space games to attract young people. Challenge يعني يتحدى، challenged متحدي، challenging يعني أشياء صعبة، unchallengeable يعني غير قابل للتحدي، طبعا challenge يعني التحدي أو صعوبات. Number 6، doctors tried in space to save the old man، يعني الأطباء حاولوا in space to save the old man، ينقذوا الراجل العجوز. but he died of a serious disease، ولكن مات من مرض خطير. طبعا in vain يعني بلا جدوى، يبقى but in vain أو tried in vain يعني حاولوا بلا جدوى. the father refused، الأب رفض، to space his daughter to an unemployed young man، لشخص عاطل أو غير يعمل. طبعا unemployed يعني عاطل. marry to marry يزوج، ولا عندنا get married متزوج، get أو marriage الزواج، be married طبعا هنا to marry يعني زوج بنته لعاطل. the firemen could space many people from the burning house. the firemen رجال الأمن، رجال الحرائق، إطفاء الحرائق، استطاع ان هم ريسكيو ينقذهم. درون يغرق، كل يقتل، هانج يشنق طبعا هنا ريسكيو يعني ينقذوا الناس من البرنينج هاوس، من المنزل المحترق. our head teacher المعلم أو مدير المدرسة always reminds us دايما بيذكرنا to obey the school rules بالمدرسة. break نخالف، follow نتتبعها، ask نسأل عنها، refuse نرفضها. طبعا هنا مين اللي هي؟ يعني نتبع القواعد. you can find some information about the writer on the back of the space page. on the address page اللي هي ده عنوان المنزل، title page اللي هو عنوان الكتاب، speech الكلام، data بيانات طبعا التايتل طبعا عنوان الكتاب او لقب الشخص. بعد كده translate into Arabic. poetry should be great and inspiring. poetry يعني اللي هو الشعر، يجب ان يكون الشعر ملهما
أو عظيما وملهما. A thing which enters into one's soul, شيء يدخل لروح الفرد, and doesn't startle it, ولا يفزعها أو يروعها, or amaze it, أو يذهلها بنفسه, with itself, but with its subject, بل بموضوعه. لو جينا نشوف الترانزليشن مرة تانية ونشوف, يقال إن نجاحك في الحياة هو رحلة تبدأ في اللحظة التي تقرر فيها التوجه إلى هدف ذي قيمة في حياتك, وتمر بالعمل الجاد والمثابرة لتحقيقه. It's a thread that your success in life is a journey, يعني رحلة, which starts at the moment, بتبدأ من لحظة, when you decide to go to a goal, يعني تحقق هدفك, with a value in life, بقيمة في الحياة أو في حياتك, in your life, and through hard work, من خلال العمل الجاد, and resistance اللي هو المثابرة, to achieve it. لو جينا نراجع translation مع بعض, بنبقى translate into Arabic, يجب أن يكون الشعر ملهما وذا إيحاء أو إلهام, فهو شيء يدخل روح الفرد ولا يروعها, ستريتل طبعا يروع, أو يذهلها اللي هو أميز بنفسه بل بموضوعه. بالنسبة لـ translate into English, it's a thread that your success in life is a journey which starts at the moment, يعني لحظة, when you decide to go to a goal with a value in life or in your life, and passes through hard work and resistance to achieve it. طبعا هنا نزود in your life, في حياتك. And passes through hard work and resistance to achieve it. طبعا ده بالنسبة لي quiz number one. بالنسبة لي quiz number two معانا اللي خاص بالجرامر. I think I left my case and wallet at the post at the office. I didn't want to lose space of them. Every of them, ولا neither of them, ولا in either of them, ولا none. طبعا نطيب ايه either, لان طبعا يعني كلاهما, فطبعا either ما ينفعش neither, لان اصلا neither بتديني معنى النفي وبتيجي في الجملة المثبتة. The hotel has 30 rooms. الفندق فيه 30 حجرة. And they have a television in a space room. وفي تلفزيون في كل حجرة. Every room يعني كل حجرة. All room طبعا لو قلنا نقول all rooms. All يعني كل, وبوس بتيجي وراها جمع. وneither يعني ما هوش موجود, لا ده موجود, يبقى ايه every room. Number 3, the football game was very close, يعني على قرب انها تنتهي. Space team wanted to lose, وما فيش فريق عايز يخسر. Either team wanted, ولا neither team, ولا all, ولا each. طبعا neither team يعني المباراة على وشك الانتهاء وما فيش ولا فريق عايز يخسر. Neither team wanted lose, طبعا لو كلهم عايزين هنا يخسروا, لكن لا فريق يريد الخسارة. The minister says, الوزير قال, that space student will receive a different code to take the exam in May. Either students, ولا all students, طبعا all students, each student, كل طالب, طبعا هنا each student, كل طالب بمفرده هيحصل على كود في الامتحان. I will have to clean these cups as they are space dirty. أنا عايز أغسل كل الباطي لأن كلها قذرة. All cups لأنها جمع عندنا. Are as they are all dirty, both اتنين فقط. Every كل طبق. None لا طبق. طبعا هنا all كلهم dirty. I give each of my three brothers a card and space my parents a present.
I gave each of my three parents إخواتي الثلاثة a card and space my parents الوالدين طبعا اتنين and both my parents لأن الوالدين اتنين وطبعا both إلا اثنين فقط. Space of these two cards is suitable for you. طبعا لو قلنا all يبقى مفروض all طبعا هنا نقول are suitable. Both برضو فعلها جمع لكن مين either اللي بيجي معاه اسم جمع وفعل مفرد either of. I have been to a lot of parties this month. I enjoyed space one of them. I have been to رحت حفلات كتيرة. I استمتعت بهم كلهم. I enjoyed every one of them. ولا either طبعا all ما ينفعش all one ولا both one ولا neither one of them. أمال مين every one. Space of the parents الوالدين understands what the baby is trying to say. Every of student parents all of the parents طبعا هنا understands برضو الفعل مفرد. Neither of the parents طبعا ما فيش ولا واحد فيهم فهم فطبعا هتبقى مين neither طبعا وراها برضو اسم جمع وفعل بياخد صيغة الإفراد لكن الباقيين all و both بيجي وراها جمع ولكن every ما يجيش وراها every of ما يجيش وراها حرف جر. She has been working space day and studying all night which is why she is exhausted. She has been working all day طول اليوم. بالنسبة لترانزليت into Arabic يعني الترجم للعربية escapism اللي هي الهروب stories قصص الهروب are stories قصص that makes us forget أو forget بتجعلنا ننسى about our worries عن مقالقنا أو مخاوفنا يعني القلق and troubles يعني تجعلنا ننسى worries همومنا and troubles ومتاعبنا they take us بتأخذنا to the world of imagination إلى عالم من الخيال and thinking والتفكير they are the same as fictional stories فهي تماما أو فهي نفس القصص الخيالية that aren't real التي ليست حقيقية or true أو واقعية. نيجي لترانزليت into English. يجب أن نفهم أهمية التواصل على مختلف المستويات فالتواصل مهم لإيداء رأي الشخص وكذلك لفهم وجهة نظر الآخرين كما أنه وسيلة للتعبير عن المشاعر. We must understand the importance of communication at various levels. Communication is important for putting the person's opinion, رأي الشخص, across, يعني اللي إبداء رأي الشخص, and also for understanding, وأيضا لفهم, understanding that of the others للآخرين. لو جينا نشوف الترانزليشن مع بعض مرة تانية. قصص الهروب من الواقع هي القصص التي تجعلنا ننسى همومنا ومتاعبنا إنها تأخذنا إلى عالم الخيال والتفكير فهي نفس القصص الخيالية التي ليست حقيقة أو واقعية. بالنسبة لترانزليت into English We must understand the importance of communication at various levels communication communication is important for putting the person's opinion across and also for understanding that of the others understanding that of the others but we must understand the importance of communication at various levels communication is important for putting the person's opinion across and also for understanding that of the others. نيجي عندنا للتست الامتحان الاساسي اللي على اليونت. Question number one. The writer is now the space for his own book. The writer is buyer يعني مشتري, publisher يعني الناشر, director مدير, consumer طبعا هنا لا هي ايه publisher يعني هينشر او الناشر لكتابه او لكتبه. Number two. The deed officer's daughter gave
ابنة الضابط الميتة give space speech at the memorial service. ابنة الضابط المقتول أو الميت أعطت moving يتحرك بريسيسيف مقنع effective مؤثر بليزنج يعني طبعا هنا بليزنج يعني مسعد أو خطاب مسعد طبعا هنا moving يعني محرك للمشاعر محرك للمشاعر. Number two, the firefighter رجل المطافي considered himself lucky اعتبر نفسه محظوظ to escape the fire عشان يهرب من الفاير asleep نائم deceased at last alive طبعا هنا alive يعني خرج من أو هرب حي. Teaching young children تدريس الأطفال الصغيرين is space and rewarding job أو عمل مكافئ. Unnecessary غير ضروري careless مهمل challenge يعني متحدي أو قابل للتحدي. Obligatory يعني طبعا هنا إلزامي طبعا هنا challenging. My friend's home is different from طبعا different from ولا different to ضفع عن different to لأن different from لا subject أو different from others ours يعني مختلف عننا. It's bigger and has a big garden يعني أكبر وليه حديقة أكبر. The shoes rubbed my heels space when I first wore it طبعا الشوز rubbed my heels يعني الكعب when I first wore it لما أول مرة لبسته broken كسر ولا عندنا developed يعني طور cooked يعني يطهو rod raw طبعا هنا raw يعني طبعا ني أو طبعا هنا ني أو غير ناضج. يبقى the shoes rubbed يعني بيفرك my heels كعبي أو بيحك في الكعب when I first raw طبعا my heels raw يعني طبعا الكعب بتاعه لسه جديد يعني أو خام. I will do space I can to help you with your homework. I will do every I can ولا each ولا both ولا all I can. طبعا all I can يعني على كل ما أقدر أعمله. Our holiday was a disaster. الأجازة بتاعتنا كانت كارثة. Space went wrong. Nothing went wrong. ما فيش حاجة أصيبت بالخطأ. Everything كل شيء. Neither either طبعا everything went wrong كل شيء كان فيها خطأ. I couldn't decide which of the two shirts to buy. I liked all كلهم none مفيش neither لا أحد both. I couldn't decide which of the two shoes the two shirts to buy. I liked طبعا هنا اتنين يبقى I liked ايه both أنا حبيت الاتنين. The bus service is excellent. There is a bus space 10 minutes. There is a bus each 10 minutes. Both ولا عندنا every 10 minutes ولا either. طبعا there is a bus every 10 minutes. كل 10 دقائق. طبعا هنا each. طبعا قلنا bus 2 وneither لواحد أو لأكتر. وطبعا each إلى each 10 ما ينفعش نقول each 10 minutes لا every 10 minutes. Jamal was very quiet يعني هادئ جدا. He didn't say a word at the the space evening the whole evening اللي المساء كله all evening every evening each evening طبعا whole يعني كل أو الليل أو المساء بكله كله يعني على بعضه the whole evening اسمها expression the whole يعني الكل طول المساء. There were four books يوجد أربع كتب on the table طبعا هنا every book في أربع كتب. Every book was a different color every ولا all ولا each book was ولا either طبعا هنا ما ينفعش نقول every book was لا each book was ممكن نقول every was كذا على طول لكن book نقول each book. I fell asleep أنا رحت في النوم during the movie خلال عرض الفيلم. I was asleep for a space an hour for every half an hour طبعا هنا half an hour يعني لمدة نص ساعة half an hour. I am not sure where Maria's from. She is space Spanish or Italian لا إما من إسبانيا أو من إيطاليا. She is neither ولا each ولا both ولا either طبعا هنا للاختيار ما بين اتنين بنقول ايه either
either Spanish or Italian. I asked two people the way to the station, but space of them could help. طبعا دول اتنين، يبقى but neither of them ولا either of them ولا every ولا all. طبعا هنا ايه؟ but neither of them. طبعا هنا not neither، الجملة ادت لنا معنى النفي وايه، لكن either بتكون في ادتنا معنى النفي وهي اصلا مثبتة. but neither of them، وطبعا معظم الجمل دي بتيجي اللي فيها but بنفتكر معاها neither. I have got two sisters، انا عندي اختين. and a brother، واخ. my brother is working، اخويا بيعمل. but space my sisters are still at school، ولكن اختين الاثنين. طبعا اثنين يبقى ايه؟ both، لان الاثنين او كلاهما طبعا بص معروف انها بتشير الى اثنين فقط. بالنسبه لسؤال الباسج، read the passage then answer the following questions. The men who first tried to fly faced many difficulties. يعني الناس أو الرجال اللي حاولوا يطيروا في بداية واجهوا صعوبات. And one of the greatest difficulties، ومن أصعب هذه الصعوبات أو من أعظمها، was how to find a suitable engine، إزاي تجد محرك مناسب. steam engines اللي هي محركات البخار were the first to be tried in aeroplanes، في طائرات الأيروبلانز. but they were too heavy، ولكن كانت ثقيلة جدا. to be of any real use، لاستخدام حقيقي. one such machine، كآلة، made in 1884 was driven by a steam engine، يعني قادها steam engine. it's said to have risen for a moment of the ground، يعني اللحظة كده ارتفعت عن الأرض. another rose but fell and was damaged، واحدة تانية fell سقطت واتدمرت. when the petrol engine was invented، لما اخترعوا اللي هو محرك البنزين. success was obtained، يعني حصلوا على النجاح. because it was very light، كان خفيف جدا. for the power، للقوة. it developed، اللي هو بيعملها أو بينميها أو يطورها. Orville Wright، Orville Wright and his brother Wilbur two Americans had made a lot of experiments and had taken great trouble to study the art of flying in gliders before they tried to fly their planes، قبل ما يطيروا الطائرة بتاعتهم، يعني درسوا فن الطيران كويس. a glider is like an aeroplane، يعني الجليدر دي كانت عاملة زي الايروبلين. without an engine، كانت بدون محرك. on December 17, 1900، Orville Wright flew safely in heavier than air machine for 12 seconds، يعني طاروا في الهواء لمدة 12 ثانية. Orville came down، نزل safely بأمان. after the first short flight، بعد الرحلة القصيرة أو الرحلة الأولى القصيرة. and on the same day، وفي اليوم ده، the experiment was repeated 3 times، كرروها 3 مرات. the longest of these flights covered a distance of 852 feet، يعني على ارتفاع 852. and lasted 59 seconds، واستمرت لمدة 59 ثانية. the two brothers، الأخين، continued their experiments. after the first success، other people followed the Wright brothers in their footsteps. Louis Platt بليريتو، a French man، flew across the English Channel، يعني طار فوق القناة الإنجليزي. from Calais to Dover in 1909. in 1919، Sir John Alock and Sir Arthur Brown made the first flight across the Atlantic Ocean. and in the same year، an aeroplane flew from England and to Australia. the era of this of air travel had arrived، والمنطقة وصلوها. لو جينا نبص عندنا number one، how what was the biggest problem that faced the men who tried to fly، أكبر مشكلة واجهتهم. how to find a place to land، يجروا أين يجروا مكان للهبوط. how to find a suitable engine، إذا يجروا محرك. how to find enough money، نقود أو مال كافي. how to build a plane، إزاي يبنوا طائرة. طبعا أو المشكلة اللي كانت بتواجههم اللي هي ال engine or suitable engine. how to find a suitable engine. why was the steam engine not suitable for use in aeroplane، ليه المحرك البخار ما كانش مناسب. it was too heavy، كان ثقيل جدا. to be one of any real use.
it used a lot of steam، بيستخدم بخار كتير. it was too strong، كان قوي جدا for the body، للجسم. it couldn't go faster، ما كانش بيتحرك اكتر. طبعا it was too heavy، كان ثقيل. to be of any real use، طبعا القطعه ذكرتها. what's a glider، قال لنا دي عباره عن ايه. a plane، it's a plane with a petrol engine، بمحرك petrol engine. it's a plane with four wings، كان لها اربع اجنحه. it's a plane with four wheels، لها اربع عجلات. it's a plane without an engine، it's a plane، كانت طائره. without an engine، بدون محرك. طبعا هنا letter A، letter D. نيجي number 4. what does other people followed their right brothers in their footsteps، مين اللي تتبعهم. what does other people، الناس عملوا ايه. they went with them، راحوا معاهم. followed their footprints، تتبعوا خطواتهم. they did as they had done، عملوا زيهم. they were friendly with them، طبعا they did as they done، يعني عملوا زي ما هم عملوا. بالنسبة للأسئلة، what achievement did Sir John Alcock and Sir Arthur Brown make mention to؟ طبعا الأشياء اللي هم عملوها. they completed what the Wright brothers started، they completed يعني هم أكملوا what the Wright brothers started. ممكن نقول they completed what the right brothers started، يعني أكملوا ما بنقوا. find words from the passage، مين عايزين كلمات. كلمة بتسوي acquire، طبعا acquired يعني obtained، يعني حصل عليه. acquired يكتسب، obtained. وعندنا number 2، طبعا دي بالنسبة letter A. وبالنسبة لليتر بي عندنا without harm، بدون ضرر، طبعا اللي هي ايه، ها مين يقولها كده، مش محتاجة اصلا. without harm يعني ايه، safely، safely يعني بأمان، معناه without harm. who were the first people who tried to fly a plane، من اول ناس حاولوا، اللي هو the two brothers Wright and his brother Wilbur، او the two او the The two brothers، يعني الأخين اللي هما أرفيل والبر، طبعا اللي هما في النهاية لقبهم ايه، رايت. أرفيلا and والبر رايت. why is the year 1990 famous in the history of plane، طبعا اليوم ده او اليوم ده كان مشهور. طبعا عندنا في الباسج، نجيبها من الباسج، في السنة ديتي بقول لنا Arthur Miles made the first flight across the Atlantic Ocean، طبعا الإجابة هتبدأ من عند السطر هنا، ونكتب عليها number 24 أو number 8 في القطعة، أو السؤال الثامن معانا في الباسج. بقول لنا in 19 John Alcock and Sir Arthur Brown made the first flight across the Atlantic Ocean and in the same year، وفي نفس العام an aeroplane flew from England to Australia. the era of this travel had arrived، في نفس العام ده. بعد كده عندنا سؤال translate، نقول لناس translate into Arabic in addition to its romantic languages، بالإضافة إلى لغته. and images، وصوري، poetry، الشعر كان also، can also handle، يمكن أن أيضا للشعر أن يتناول، handle يتناول معظم المشكلات of society، للمجتمع. however، ومع ذلك most poets، يعني poets، معظم الشعراء concentrate on، بيركزوا على the romantic side، على الجانب الرومانسي. مرة تانية in addition to its romantic language and images poetry can also handle most problems of society however most poets concentrate on that romantic side. لو جينا نشوف translate into طبعا
جينا ترانسليت انتو عربك مرة تانية، بالإضافة إلى لغته وصوره الرومانسية. يمكن أيضا للشعر أن يتناول معظم مشكلات المجتمع، ومع ذلك يركز الكثيرون على ذلك الجانب الرومانسي. الآداب والفنون، طبعا literatures and artists، literature and artists are the mirror of society، مرآة المجتمع. فكلما كانوا متطورين، if they are civilized, this shows how developed the society is، كيف يتطور أو كيف فكلما كانوا متطورين دل ذلك على رقي المجتمع. طبعا دل ذلك على رقي المجتمع. This shows how developed the society is. وكلما تدهوروا أدى ذلك إلى تدهور الذوق العام وتغيرت الأخلاق السائدة في المجتمع. If they are deteriorated, this shows the deterioration اللي هي التدهور of public taste لتدهور الذوق العام and the change of the common morals وتغير اللي هو الأخلاق السائدة in the society في المجتمع. مرة تانية translation. طبعا بالنسبة للترانزليت انتو أربك، بالإضافة إلى لغته وصوره الرومانسية، يمكن أيضا للشعر أن يتناول، طبعا هاندل يعني يتناول، أن يتناول معظم مشكلات المجتمع، ومع ذلك يركز الكثيرون على ذلك، ومع ذلك يركز الكثيرون على ذلك الجانب الرومانسي. لو جينا نشوف translate into English، literature and artists are the mirror of society. If they are civilized, this shows how developed the society is. If they are deteriorated، ولو تدهوروا، this shows the deterioration of public taste and the change of the common morals in society. The change of the common morals in the society في المجتمع. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش كلنا نعمل ياريت لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل أصحابنا، عشان إن شاء الله تشجعونا على